الحمد لله، الحمد لله الذي فلق النوى والحب وخلق الفاكهة والأب وأمرض وداوى وشفى وطب. سبحانه أنشأ الحيوان بقدرته فذب، وبناه فأحسن تدبيره حين رب، فالعجب لمربوب يجحد الرب. سبحانه عم إنعامه فلم ينس في البحر الحوت وفي البر الضب. يا رب عمنا بأياديك الكرام، يا رب عمنا بأياديك الكرام، يا خير من أعطى، يا خير من أعطى فإذا أعطى عم. يا رب عمنا بأياديك الكرام، يا خير من أعطى فإذا أعطى عم. وأشهد أن لا إله إلا الله اجتمع بها مراد التوحيد في القلب واستتب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المسمى الأمين صغيرا ومشب، والذي قهر الأعداء فألبسهم الزنار والقب، والمجيب عنه لكل من عاب وسب، تبت يدا أبي لهب وتب. صلى الله عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صاحبه أبي بكر في الغار بلا مرى، وعلى عمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان المقتول ظلما، وعلى علي البحر الخضم والبطل المجاهد. أحبتي في الله، تحدثت في الحلقة الماضية عن أعراض اقتران الشيطان بالإنسان، وقلت منها أعراضا في اليقظة وأعراضا في المنام، وانتهيت بأنه يرى المقترن به شيطان أحلاما مقلقة ومفزعة ومخيفة، وأن يرى أناسا على طول مفرط أو على قصر مفرط، وكأنه يرى أناسا أعينهم مستطيلة وبهم قرون، ومن ذلك ما يكون متعب في نومه، وكأنه يصارع أحدا، وكأنه ذاهبا إلى امتحان ولم يستطيع الإجابة، أو أنه قد تأخر، ما يحزنه. وقد يرى من يجامعه، وقد يرى من يداعبه، وقد يرى من يستعرض أمامه لكي يفتنه، وقد يرى الإنسان في الحلم أنه يسقط من أماكن مرتفعة، وقد يرى نفسه يطير في الهواء، أو يرى نفسه في مقابر أو مزابل أو في معاطن الإبل أو في البيوت الخربة أو في المناطق الموحشة المخيفة المرعبة، أو كأنه في مكان مغلق حتى لا يستطيع أن يتنفس ويشعر كأنه يموت، وأن يقرض على أسنانه حتى يستيقظ من كثرة ما يرى من أثر من ذلك، وقد يتكلم وهو نائم بكلام مفهوم أو بكلام غير مفهوم، ويصاب بكثرة الحركات الكثيرة المتتالية وهو نائم، وقد يبكي أو يضحك وهو نائم، ويتوعد ويحاور غيره وهو نائم. يرى بعض المصروعين في المنام أحيانا في اليقظة وأحيانا في المنام صورة إنسان قلت له قرون وشكله مخيف، ولعل هذا النوع من الجن من صنف العفاريت. قال الزمخشري رحمه الله: والعفريت القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه. وعموما يستفاد من الأحلام وذلك للرقاء أو ممن يريد أن يعرف من تحليل وتشخيص الحالة من ناحية سبب المس، إذا كان انتقاما أو عاشقا أو حالة سحر أو عينا، ومعرفة نوع الجني وديانته والفرق بين أحلام المسحور وأحلام من به صرع من الجن، أن أحلام المسروع تتوقف على سبب المس. فلو كان المس بسبب العشق مثلا، تجد المسروع غالبا يرى في منامه امرأة تقبله أو تعاشره أو كأنه يتزوج أو تهدي له هدية. وإن كان ذلك المس بسبب الاعتداء، فتجد المسروع يرى حيوانات تطارده، ويرى أنه يسقط من أماكن مرتفعة، وتكون له أحلام مقلقة ومخيفة حتى أنه يتمنى أنه لا ينام. ولو كان المس بسبب السحر، فتجد المسحور يرى أحلاما توافق أوامر السحر. وبعض من بهم مس تستخف الشياطين على عقولهم، فتجعلهم يرون أحلاما شبه يومية، ما يحزن منها وما يشغل القلب طارة بعد أن يستيقظ، يجعله يبحث على من يؤول له تأويل هذه الأحلام، حتى أن بعض المسرعين من يمتلك
معظم كتب تفسير الأحلام. وفي كل ليلة يحصل له حلم، طارة يرى أنه يطير، وطارة يرى أنه يسبح، وطارة يرى أنه يطارد، وطارة يرى أنه يموت. كل يوم كل يوم عشان يحزنه. وأذكر صاحب كتاب حوار مع الجن أنه يستفاد من الأحلام في تشخيص ومتابعة الحالة. فمثلا من يرى دائما أنه يطير في الهواء، فذلك يدل على أنه به جنا يطير وبه جنا طيارا، لأنهم يستطيعون الطيران، ولأن هذه الصفة من صفات الجن. أما إذا كان من به مسا كأن يرى تعابين أو كلاب أو حيوانات تفترس، فإن ذلك يدل على أن المس ناتج عن كراهية وعن عناد وعن عداء. أما إذا كان الكلب أو الحيوان يلف حوله ويداعبه، فذلك يدل على أنه به مسا من مس من أنواع العشق. واستفاد من أحلام المريض، حيث يظهر الجن المصاب في المنام بصورة مخيفة عند بداية العلاج بالقرآن، ويتطور الأمر إلى ظهور الجني بشكل حيوان هزيل مرهق متعب، إلى أن يتم شفاء المريض بحول الله وقوته. قلت ويستأنس بالأحلام في التشخيص ومعرفة نوع الجني ذكرا أو أنثى وعدد الجن في الجسد، وكذلك يمكن معرفة ديانة الجن، لأننا نرى بعض من بهم مس يقولون لنا أنه يرى في المنام في رقبة هذا من يراه صليبا معلقا على صدره، أو قبعة على رأسه ممن يلبسونها اليهود، أو يرى أناسا يعبدون النار ممن يستفاد أنه من الجن المجوسي. ويستفاد من الأحلام معرفة مكان السحر وطلب السحر والعائن. ملاحظة، لا يعني، أنا عايزك تاخد بالك بقى من الحتة دي عافاك الله، لا يعني أن كل من يرى أنه يطير أو يسقط من أعلى أو يرى أشباح أو حيوانات أو أنه يطارد أن به مس. ولكن نجمع بين أعراض اليقظة وبين أعراض النوم وأعراض المرض مع الأعراض التي تحصل وقت القراءة، وعندها يكون التشخيص الظني لا القطعي، لأننا كل ده بنعمله اجتهاد يا جماعة، والأمر كله مش كل واحد بيحلم يبقى عنده حاجة. ايه هي بقى أسباب اقتران الشيطان بالإنسان؟ هو ليه أصلا الجن بيلبس الإنسان؟ ليه؟ احنا قلنا أدلة وجوده، قلنا ازاي يحصل الحضور. ايه الأسباب بقى؟ يقترن الشيطان بالإنسان لأسباب كثيرة، منها على سبيل المثال للحصر الانتقام، وهو أن يقترن الشيطان بالإنسان حتى ينتقم منه، لأنه يظن أن الإنس أذاه متعمدا. وتقول العوام إنسان به ضرر أو مضرور، والمقصود بذلك أن الإنسي أذى الجني بشكل من الأشكال التالية أو نحوها: بأن يصب الماء الحار في الحمام دون أن يسمي الله، أن يتبول في الشقوق وعلى بيوت الحشرات دون أن يسمي الله، إزاء الحيوانات وضرب القطط والكلاب، قتل الحيات والثعابين في المنازل دون أن يحرج عليها، وأنا أقول لك يعني صفة التحريج، الصراخ والبكاء والغناء في الحمامات، القفز من أماكن مرتفعة دون أن يسمي الله فيسقط على مكان به جان نائم أو غافل، أن يرمي حجرا في بئر أو في فلات دون أن يسمي الله فيصيب الجني، قراءة كتب السحر وتحضير الجان، رش المبيدات والحشرات بغير تسمية. ده كتير جدا أقولها لأحبابنا وإخواتنا، لما تيجي ترشي مبيدات حشرية سمي الله لو سمحتي. ينبغي على الإنسان أن ينبه الجن قبل أن يفعل شيئا مما ذكر، والجن يتنبه عندما يقول الإنسان بسم الله، كما ينبغي على المسلم ألا يقتل الحيات والتعابين التي في البيوت حتى يحرج عليها إلا الأبتر وزاد الطيفتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. صفة التحريج، يعني إيه التحريج؟ روى ابن أبي حبيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقول: أناشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان عليه السلام ابن داود ألا تؤذونا ولا تظهروا لنا. لما تشوف تعبان قول الكلمتين دول ما تخافش منه، هو لو جن هيمشي. وقال مالك: يكفي أن تقول أخرج عليك بالله واليوم الآخر ولا تبدو لنا ولا تؤذونا. ولعل مالكا أخذ هذا اللفظ التحريج مما وقع في صحيح مسلم: فحرجوا عليها ثلاثا، والله أعلم. وعند ابن منظور في لسان العرب يقول عليه السلام:
في قتل الحيات فليحرج عليها، هو أن يقول لها أنت في حرج أي في ضيق، إن عدت إلينا فلا تلومينا. اثنين، انتقام غير مباشر. احنا قلنا ده انتقام الايه المباشر، هو في انتقام غير مباشر، ايوه. ان لم يستطيع الشيطان ان ينتقم من شخص معين بسبب محافظة هذا الانسان على ذكر الله جل وعلا وعلى الاذكار والاوراد اليومية والصلاة او لاي سبب من الاسباب، فان الشيطان يتسلط من بعد اذن الله جل وعلا على اعز او اقرب الناس اليه، كأن يقترن الزوج يقترن الشيطان بالزوجة انتقاما من زوجها او العكس. ثلاثة، ظلم الجن للإنسان، وذلك غالبا ما يكون بسبب غفلة الإنسان عن ذكر الله جل وعلا. يقول ربي وحق القول قوله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان، فهو له قرين. تبعد عن ربنا، ربنا يجعل لك شيطان قرين على طول. كثير من حالات التلبس سببها العشق والإعجاب. خلي بالك، احنا قلنا كده نوع الانتقام، نوع الانتقام غير مباشر. احنا بنتكلم دلوقتي عن مس بقى مهم جدا وحواليه لغط كتير جدا وموضوع لا هو بالأهمية بمكان العشق. كثيرا من حالات التلبس سببها العشق والإعجاب، وليس بالضرورة أن يكون المعشوق من الإنسان جميل. يعني تلاقي واحد مثلا أقول له مثلا أنت عندك مس، يقول لك إيه؟ طب أنا هيعشقني على إيه؟ اسمع بس عافاك الله. كثيرا من حالات التلبس سببها العشق والإعجاب، وليس بالضرورة أن يكون المعشوق من الإنسان جميلا. خمسة، أنا بعد كده هفصل لك. يقترن خمسة، هو المس بسبب السحر. قد يقترن خادم السحر بالمسحور من أجل أذية المسحور. ستة، المس بسبب العين. ينفذ الشيطان في جسد المعيون من نفس العائن، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وصرع الجن لأسباب ثلاثة، وهي تارة أن يكون الجني يحب المصروع فيسرعه ليتمتع به، وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل. وتارة يكون الإنسان أذاهم إزبال عليهم أو صب عليهم ماء كما تقدم، أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الأذى، وهذا أشد أنواع الصرع، وكثيرا ما يريدون قتل المصروع. الفصل الخامس، حضور الجن على بدن الإنسان أنواع وأشكاله. ده بقى حاجة مهمة جدا جدا. هو حضور الجن على جسم الإنسان ليه أنواع ولا هو كل واحد؟ احنا نعرف حد عليه جن يترمي في الأرض؟ لا، اسمع ربنا يبارك فيك. واحد، حضور الوسوسة. اثنين، حضور على عقل المريض. ثلاثة، حضور على عقل المريض من غير تلبس. أربعة، حضور على بدن المريض. خمسة، حضور مزدوج. ستة، حضور كلي. سبعة، حضور مشترك. ما هو الوضع الذي يجب أن يكون عليه المريض حال انصراف الجني؟ كيف يصرف الجني إذا حضر؟ إن البعض من الناس يظن أن الذي به جن لابد أن يتخبط من الجن حال حضوره، ولابد أن يكون حضورا كليا، وهذا فهم خاطئ. وهذا كلام لإخواتي الرقاة اللي هم طبعا كلهم أفضل مني وأنا الأقل، ولكن هذا فهم خاطئ. وذلك أن حضور الجن على الإنسان له أشكال عدة، فمنها قلت حضور الوسوسة. نبدأ بحضور الايه؟ الوسوسة. ده نوع من أنواع الحضور، ركز معايا الله يبارك فيك. وهو حضور متعب للممسوس، حيث أن الشيطان يتسلط على الإنسان بالوسواس القهري، فتكسر عند المريض الهواجس، وهو ما يخطر في نفسه ويدور فيها من الأحاديث والأفكار، فلا يزال يستحوذ عليه الشيطان ويوسوس له في صدره حتى يجعله يبكي، وقد يجعله يضحك، وقد يجعله يغضب دون سبب، ولا يزال حاضرا بوسوسته يذكر المريض بما يحزنه ويضيق عليه صدره. وهذا الحضور قد يدوم عدة ساعات في اليوم، وربما العمر كله على أشكال متقطعة. ده أول نوع. النوع الثاني، حضور على عقل المريض. حضور على عقل المريض، يطبق الشيطان على جميع حواس الإنسان النفسية والبدنية من خلال حضوره على عقله. في مثل هذه الحالة الشيطان يستخدم حواس الإنسان وأعصابه وعضلاته، ولا يعاني الكثير من حمل جسد المصروع أو التخبط به الشيء الكثير. وهذا الحضور قد يدوم بضعة دقائق، وربما بضعة أيام، وربما معظم العمر. مثال ذلك حضور الجنون، عافانا الله، اللهم عافي كل مريض يا رب. حضور على عقل المريض من غير تلبس، يؤثر الشيطان على معظم حواس الإنسان من خلال حضوره على عقله، وقد يتكلم على لسان المصروع، وفي هذا الحضور لا يتأثر ولا يشعر المريض ولا الشيطان بالضرب، وقد يدوم الحضور إلى عدة ساعات، وذلك
أن تتخيل هذه الحالة بإنسان يمشي وهو نائم، تخيل يمشي وهو نائم، وتخيل حال الإنسان في حالة الجاثوم، كيف يكون مسلوب الإرادة عفانا الله حتى يكاد ألا يذكر اسم الله جل وعلا ولا يصرخ. حضور على بدن المريض، قد يحضر الشيطان على عضو من بدن المريض ويسبب له ألما في ظهره أو صداعا في رأسه، وقد يفقده السمع والبصر والمريض في كامل وعيه، وقد يدوم هذا الحضور لأيام عديدة. وفي مثل ذلك الشلل الدائم الذي يكون بسبب الجني ليس مرضا، وقد يحضر الجان على العينين فقط، وغالبا ما يكون هذا الحضور إثر القراءة أو استخدام العلاج. حضور مزدوج، حضور مزدوج، إن شئت أن يتكلم المريض تكلم، وإن شئت أن يتكلم الشيطان تكلم، ولو ضرب لوقع الضرب على المصروع وعلى الشيطان، وهذا الحضور غالبا لا يتجاوز البضع ساعات. يحضر الجنية على جسد المريض وهو الحضور الكلي، عايزك تركز معايا في الحتة دي بقى، الحضور الكلي، يحضر الجنية على جسد المريض حضورا كليا، ويتكلم على لسانه ويمشي في جسده لمسافات طويلة، وربما تشاجر وربما هرب، كل ذلك وهو حاضر على جسد المريض، والمريض لا يعلم شيئا، والمريض لا يعلم شيئا، حتى إن الشياطين من يحضر حضورا كليا ويقود السيارة ويسافر بالمريض وهو لا يعلم، وذلك مما رأيناه بأم أعيننا ويشهد الله على ذلك. وقد يكون المريض في مكان فيحضر عليه الشيطان حضورا كليا ويغيبه عن الوعي، ثم يسافر به، ثم ينصرف عنه ليجد المريض نفسه في مكان آخر، أو يسترجع المريض وعيه، وإذا هو في إحراج من الموقف الذي أقول والله المواقف المضحكة المبكية. وتتوقف مدة هذا النوع من الحضور على ضعف الإنسان الإيماني وعلى مدى قوة وتمكين الشيطان من الإنسان، وهذا الحضور يتعب الشيطان، خلي بالك، كثيرا جدا. هناك حضورا يسمى حضورا مشترك، وهو شبيه بالحضور المزدوج والحضور الكلي، لكنه أقل مرتبة منه، وهو أن يحضر الشيطان على الإنسان ويكون كالإنسان نفسه من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، والإنسان يرى ويعقل كل شيء حوله، ولكن قد يتكلم بكلام أو يفعل فعلا بغير إرادته، بل من أنواع الجن من يتحدث على لسان الإنسان ولا يمكن تمييز ومعرفة المتحدث حتى المريض نفسه، وهذا الحضور الذي تفعله كثيرا من الشياطين في حالات السحر، وخصوصا حالات سحر التفريق، وذلك أن الشيطان يحضر ويتشاجر مع الغير حتى تحدث الفرقة، وإن بعض الجن يحضر حضورا كليا ويتحدث بصورة الإنسان ويتصرف بنفس أسلوبه وطريقته ولا يعلم عنه أحدا حتى أهل المريض ذاته. فقد يحضر الجان على جسد المريض حضورا كليا ويتكلم مع الراقي أو مع غيره، ويأكل ويشرب ويقود السيارة ويقرأ ويكتب ويضحك ويغضب ويتعارك، والناس يظنون أن الإنسان نفسه، وقد يكون الحضور شبه دائم أو متقطع أو عند مناسبات معينة، فبعض المرضى يشعر بصداع في رأسه ثم نعاس فينام ويستيقظ، فإذا هو في مكان غير المكان الذي قد نام فيه، أو أن يجد نفسه في بلد أخرى، والحقيقة هو أن يكون الجني حضر حضورا كليا على جسد الإنسان وسافر به، وذلك غالبا ما يكون في حالات السحر، وهي حالات ليست بالقليلة النادرة. وإن نوع الجن الصارع لمثل هذه الحالات ليس من الضرورة أن يكون من المرضى، بل قد يكون من ضعفاء الجن، ولكنه عنده الخبرة في المكر والسيطرة على حواس الإنسان، وغالبا ما يكون متمكنا من أعلى الرأس إلى أخمص القدم، إما بسبب العين أو السحر أو غير ذلك. في هذه الحالات يكون حضور الشيطان سريعا جدا، وهذا النوع أشد ما يكون تأثيرا على الإنسان بالصداع والتخيل والنسيان والسرحان وعدم التركيز والصراع والإغماء والجنون، وهنا تكمن الخطورة عفانا الله. وليس بالسهل أبدا التصرف والتعامل مع من ابتلي بهذا النوع من الشياطين، خصوصا إذا كان السحر مأكولا أو مشروبا أو مشموما، ولقد عايشت بعض هذه الحالات ورأيت مدى خطورة الوضع والحياة المأساوية التي يمر بها هؤلاء المرضى عفانا الله. ويمكن أن يعرف الحضور بالمتابعة وبتركيز النظر في عيون المريض لمدة طويلة، ويعرف أحيانا بتغيير نبرة الصوت قليلا ويتغير لون الوجه أحيانا. وقت الحضور هل يشعر المريض بما يحدث؟
ده سؤال فيه اشكاليه كتيره جدا. بيقول لك انا سامع كل حاجه، طب اسمع، ربنا يبارك فيك. وقت الحضور هل يشعر المريض بما يحدث له؟ شعور المصروع بما يدور حوله يعتمد على درجه حضور الجن وعلى خبرته وتمكنه من جسد الانسان، ولذلك يختلف شعور المرضى من شخص الى اخر. والبعض يشعر بكل ما يدور حوله وقت حضور الجني، الا انه لا يستطيع ان يتحكم بنفسه، بل يشعر وكأنه مسير لا مخير، ولو أنه ضرب لشعر بالضرب. البعض يغيب عن الوعي تماما ولا يشعر بشيء حتى ينصرف عنه الشيطان. يذكر البعض أنهم يشعرون أحيانا وكأنهم في ظلام دامس، ولكن لا يشعرون بما يحدث لهم من تخبط وكلام. البعض يرى أحيانا ما يدور حوله ولكنه مسلوب الإرادة. البعض يسمع الكلام والأصوات فقط. ما هو الوضع الذي يجب أن يكون عليه المريض حال انصراف الجني؟ وهذا مهم جدا للرقاة، ربنا يبارك فيهم. إن الوضع الصحيح الذي يجب عليه أن يكون المريض يعتمد على طريقة انصراف الجن الذي معه، والذي أنصح به أنا الفقير إلى الله أسامة أحمد، أنه لا يصرف الجني والمريض واقف أبدا، إلا أن يكون هناك شخصا آخر واقفا معه حتى لا يسقط المريض على الأرض. والوضع الصحيح هو أن يكون المريض جالسا ممتد القدمين، هذا هو الوضع الصحيح والذي يمكن أن تنصرف منه معظم الشياطين، هذا والله أعلم. كيف يصرف الجن إذا حضر؟ يتوقف صرف الجني على سبب حضوره، فإذا كان حضور الجني مع القراءة ولمجرد الحوار فتقول له انصرف. أما إذا حضر الجان للمعاندة والتحدي وإصار إسر تعذيبه بالرقية، أو بسبب تحدي الراقي لهذا الجان، أو لأي سبب آخر، أو إزعاجه، فمثل هذا تنهره وتتوعده. فإذا رفض الانصياع إلى أمرك أن يخرج، تقرأ عليه آيات قراءة مطولة بنية العذاب والحرق حتى ينصرف. ومع ذلك قد يكابر ويعاند، خصوصا في بداية العلاج حيث أنه لم يضعف بعد، فقد يوقع المعالج في حرج ويشعره بالضعف والانهزام، والحقيقة ليس كذلك. فالجن يمكنه الحضور والانصراف ولكن يريد العناد والتحدي، ولكي يحرج من يرقي في حرج مع المريض، أو ليصرف نية الراقي عن العلاج إلى بقى الصقر لنفسه. ودي إشكالية كتيرة بيقع فيها بعض الناس، أنه ينتصر لنفسه. والأولى أن تكون نيتك هي شفاء المريض دون أن تنتصر لشخصك. بعض الجن لا تستطيع حقيقة الانصراف بسهولة، خصوصا بعد القراءة المطولة. لازم تفهم ده، ربنا يبارك فيك. وإنهاك الشيطان، فهو يحتاج لبعض من الوقت حتى يسترجع نشاطه ليستطيع الانصراف عنك وعن الإنسان. وعليه ينظر الراقي إلى حال المرقي، هل يمكن تركه والجان حاضرا على جسده؟ وفي الغالب ينصرف الجان بعد مغادرة الراقي. فإذا كان لا يمكن ترك المريض على تلك الحالة، فلا بد من إقناع الجني بالانصراف، أو الضغط عليه بقراءة آيات العذاب وتكرارها حتى ينصرف. ومن الأمور التي رأيناها بالمتابعة التي تساعد على صرف الجني وإفاقة المصروع، أولا أن تتركه وشأنه حتى يفيق من تلقاء نفسه. ثانيا أن تقرأ في أذنيه آية الكرسي مع المعوذتان حتى يفيق. تقرأ في أذنيه آخر سورة المؤمنون ولها سر عجيب، وتقرأ من أواخر سورة الإسراء وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ورتلناه ترتيل الإسراء برضو. تقرأ في أذنيه سورة الزلزلة حتى يفيق بأمر الله وحوله. تؤذن في أذنيه اليمنى حتى يفيق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم، صل عليه، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله دورات حتى يسمع التأذين، حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، اللي هو الإقامة يعني، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا وكذا، أذكر كذا وكذا، ممن لم يكن يذكره، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ضرب المصروع ضربا خفيفا على الجبهة. يا جماعة، موضوع الضرب ده احنا اتكلمنا عليه كتير جدا. ما ينفعش تضرب المصروع، لأن الضرب واقع على الجسد،
فمش معنى ان هو مش حاسس ان هو تضربه وتعذبه. وبعض الناس وقعت في اشكاليه كبيره بسبب هذا الامر، عافانا الله. ضرب المصروع ضربا خفيفا على الجبهه، تضرب المصروع ضربات خفيفه متتاليه على الصدر، ولكن اذا كانت امراه لا تفعل ذلك ان كانت من محارمك. تضرب المصروع ضربات خفيفه متتاليه على الظهر، وان كانت امراه لا تفعل ذلك. المسح اعلى الصدر الى اسفل البطن، وذلك مع الرجال فقط، او مع محارمك. ومن طرق صرف الجان سحب العروق من جهة المخيخ إلى أسفل الرقبة والضغط على الحجيبين. القراءة المقرونة بالنفث المتتابع في أنف وفم المصروع، وذلك مع الرجال فقط، ولا تصنعه إلا مع محارم لك. تضع عند أنفه ما يزعج الشيطان من الأطياب، من المسك والريحان والعود ودهن العود والقسط الهندي. هناك نوع من الجن المسلم، خلي بالك، ينشط لما تشمم الروائح ديت، ودي إشكالية بقى هنتكلم فيها كتير مع في باب إعداد الرقاة، مع التنبيه على أن المسح والضرب والصدر والظهر يكون مع الرجال، والمحارم من النساء. هذا والله أعلى وأعلم. هنتكلم بقى عن الموضوع اللي فيه لغة كتير جدا، قلت لك عشق الجن للإنسان. هو إيه العشق؟ العشق هو فرط الحب، وقيل هو عجب المحب بالمحبوب، يكون في عفاف الحب وفي دعارته. الجن كافرهم ومسلمهم يعيشون معنا في أسواقنا وفي مدارسنا وفي بيوتنا وفي غرفنا وفي الحمامات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، حتى يحضر عند طعامه، فإذا سقط من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يضعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعام تكون البركة. والجن يروننا ولا نراهم. الجن، انا شايف ان الوقت خلاص انتهى، مش هينفع نتكلم النهارده على موضوع عشق الجن للانسان لان الموضوع طويل، هنتكلم فيه الحلقه الجايه. كان نفسي والله اكمله لان الموضوع مهم جدا جدا، ولكن داهمنا الوقت. اسال الله العظيم لي ولكم التوفيق، وان يصرف عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين من الجن والانس يا رب. انا بحبكم في الله، الفقير العفو الله، أسامة أحمد. نرفع ايدينا لربنا ندعي لعل الله جل وعلا أن يستجيب. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا قريبا غير بعيد، صل على سيدي محمد. اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هذا حالنا، هذا حالنا يا سيدي لا يخفى عليك، وضعفنا يا رب ظاهرا بين يديك، إذ الإحسان منك وإليك. ندعوك يا رب دعاء الضرير، ونبتهل لك يا ربنا، ونبتهل لك يا ربنا ابتهال الذليل، دعاء من رغم لك أنفه وذل لك جسمه وفاضت لك عيناه، فلم يجد غيرك منجيا. يا ذا المعروف، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، يا ذا النعماء والآلاء التي لا تحصى عددا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله الحلقة الجاية نتكلم عن أمر العشق. محبكم في الله، الفقير العفو الله، أسامة أحمد، سلام الله عليكم.